اهلا بيكم يا اصحابي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ النهارده هنلعب لعبه صعبه قوي قوي وهوريكم ازاي تكسبوها. يلا بينا هنبدا. اهو دخلنا، بيختار المهاره المناسبه ليك، اختار الضربتين اللي فوق بعض دي حلوه قوي. كأنهم واقفين على مية، يعني كأن دي عشب وجزيرة في حتة مية واقفين عليها. يا دي قوية قوي. اختار ده، مش عارف ده هو بيعمل ايه. بس البتاع الوحش ده غلس قوي، اضرب صخور غلس. الشجرة دي خلسة أوي، ممكن تنط فجأة عليا تقلبني. هو حد يضربني؟ الطلقة بالرأس دي يعني لو ضربته في راسه مرة واحدة يموت في ثواني ثواني، ومفيش ولا فرصة. هما مش مديين لي فرصة خالص اضربها. ايوه موتتهم. اكتر دور غلس. اكتر دور غلس. طب امشي ازاي؟ لو جيتوا على الشوك هتخسروا، خلي بالكم لان الشوك ده بيخسر. اخيرا ماشي. ايوه لا كنت عايز واحدة تانية. اهو دور جديد، مكان جديد. كأنه فخ. خلي بالكم برضو النور الأحمر ده معناه اللي هو هيضرب عليكم، فخلي بالكم من أحسن لو عمل نور أحمر يضرب عليكم. يعني النور الأحمر معناه اللي هيجي في الاتجاه ده. واحد تاني قلب قوي. يا ثواني ماتوا. معرفش هو ايه اللبس ده، اكيد لبس جديد يعني.
خلص، مش عايز اتضرب. اخيرا ضربت، اخيرا هو حد يضربني، هو حد يلمسني خالص. لو لمستوني هتشوف حد لمسني بقنبلة، بس الحمد لله ما فيش اكتر من كده لمسوني، كان هو واحد بس. السهم ده بيخليه يخبط في الحيطة ويرجع للأعلى. جامد أوي، تحفة. كسبني الدور ده في ثواني. لا كنت هاجي على الشوك. دور الوحش، بس دور الوحش ده غلس أوي، بيتضاعف. يفضل يتضاعف يتضاعف لحد ما يموت، عشان اضربه كتير ده، حتى ولا 1000 ضربة. الضربات ملت المكان، كأن حرب. ايه كسبته، بس انا معرفش ايه الورقة اللي تشبه يعني مرسوم عليها خيط، مش عارف ايه دي. التلج حلو، التلج بيجمد. هي بتاعت تحت وفوق دي ضعيفة خالص، فاوعوا تجيبوها. بس احتمال تكون قوية، معرفش يعني. انا مش عارف ليه انا بضرب كرات، حقي اضرب سهم. دي سكينة وانا فكرها كرات. مصنيش الحمد لله، ودينا كسبنا الدور. بس هي الضربة اللي في الرأس لازم تجيب بتاعة الضربة اللي في الرأس دي، لأن دي جامدة أوي. ثواني ثواني محدودة، بيموت. بتخليك تكسب الدور في ثواني. ثواني لازم نكسر الصندوق ده علشان ناخد فلوس. ده الوحش ده ما ضربنيش خالص. ده لا مش عايزه. لا ابعد. فضلتوا مستمرين على لمس الشوكة، هتخسروا خالص.
يختار ايه ده؟ هو لمس الشوكة من غير ما اقصد. تالت حاجة من الحبة بتاعت سرعة الهجوم، يعني بتخلي الهجوم سريع. بحب نفسي وخليته يلمسني علشان اموته. لا قربت تكسر. اخر ضربة. واحد يلمسني ولا بخسر. كده بسرعة. ما اعرفش هو بيعمل ايه اللي مطلع لسانه ده، العين حمراء. ألف ضربة. يا ريت يجي القلب الزائد ده. ايوه مجيش. اكيد الشكل ده الورقة دي مهارة اكيد. مهارة جديدة. دور 44 جيم. زادت الوقت. خسرت. وقعدنا رجعنا مرة تانية من الخسارة. خايف اروح لحسن يكون في اصعب من كده.
يا رب. الحمد لله. دور بقى الوحش. يا جماعة خلصنا البيت ده، انا هقف هنا كده، خلاص خلصنا البيت ده. يا ريت يكون الفيديو عجبكم، واوعوا تنسوا تضغطوا لايك، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد مني. سلام.